حي الله الحبايب، وياكم وسام جيمز، ومثل ما وعدكم دائما وياكم بكل شيء جديد. مقطعنا اليوم هو الليفل، شلون تلفل بسهولة وشلون تجيب الليفل ببساطة. بس كل عليك تتبع الخطوات اللي راح اسويها بالسباق وراح تجيب الليفل مو مرة، مليون مرة بدون باند. هذا الشيء الحلو بالسباق. حياكم الله ديسكورد تليجرام، لأي مساعدة تحتاجوها ما راح نقصر وياكم، ومثل ما تعرفون بثوثنا باليوتيوب تجمع الـ LS لكل سيارات المهكرة. خلونا نشوف خطوات هذا الليفل الأسطوري وتتبع كل الخطوات. هنا أنا تضغط Option، وبعدين تروح Online Job، Play Job، وبعدين نروح Community Job، Stone Race، بعد Stone Race Mountain Master. طبعا هاي المهمة تقدر تسويها سولو وتقدر تلعبها ويا صاحبك، انت بكيفك. هنا كل اللي عليك تسوي اللاب واحد وتقول له conform setting، close طبعا ما تيجي تلعب ويا احد، play، اوكي، اكس اذا ما عندك سيارة طبعا هم ينطوك ready to play. ومثل ما تشوف بدأ السباق. اهم شيء تبع الخطوات اللي راح اسويها حتى ما تعيد السباق كل شوية، لأن هذا السباق إذا ما تعرف الطريق زين راح كل شوية تعيد. فهو سهل جدا، بس لازم تشوفه مرة حتى تعرف منين تروح ومنين تجي. فلاحظ هنا، لأن هذا السباق يعني لأن سهل قصير، فهم مسوي لك شوية بملاعب، يعني تروح يمين تروح يسار، ما يخلوك تشوف الطريق زين. نتلاحظ هسه، فأني هنا أنا مصور لك المقطع حتى تشوف السباق مرة واحدة، حتى أنت تسابق وتسوي السباق مثل ما أنا دا أسوي. تبع الخطوات وكل شيء تمام يا بابا، بس عينك على الطريق وأحفظ الخطوات اللي راح أسويها وراح تعرف السباق 100%. لاحظ هو أنبوب، بس أنت لازم ما تجي بيه بسرعتك حتى ما يخربطوك وتوقع وكل شوية تعيدها. انتهيت أنت، هاي 29 من 30. احنا هسه الوقت عندنا زيادة، ننتظر هنا، ننتظر شوية هنا لان عندنا وقت زيادة فننتظر. شوف اني سقت على كيفي بدون اي مشكلة وجيت بالوقت الكافي. هنا انا اقعد شوية انتظر الى ما يجي الوقت الكافي واقول لك انهي السباق حتى ناخذ اكس بي كامل من هاي المهمة. لاحظ هسه 4 دقائق، هسه نروح ننهي السباق بعد 4 دقائق. لاحظ الاكس بي بالإضافة إلى الفلوس. وشفت الليفل حبايبي شلون كان واضح وياكم، 3680 كل 4 دقائق مستحيل راح تجيبها بهذا الوقت، لأن ليفل ماكو بدون باند بدون متطلبات. كل عليك تسوي الخطوات اللي سويتها وراح تجيب هذا الليفل الاكس بي الأسطوري. تحياتي لكل حبايب، واتمنى من الله انه عجبكم هذا المقطع، ولا تنسوني بلايكاتكم وبدعمكم. حياكم الله ديسكورد تليجرام ولأي مساعدة، وحياكم الله بالبثوث باليوتيوب التجمع LS لكل سيارات المهكرة. Peace for love، ونلتقي ان شاء الله مرة ثانية.